سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدي الكرام أينما تكونوا، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الصحافة اليوم. هذا البرنامج الذي نناقش فيه أبرز المواضيع والقضايا التي طالعتنا بها الصحف والمواقع الإلكترونية الخاصة بالشأن اليمني، والبداية بجولة سريعة في أبرز عناوينها. وكالة الثاني من ديسمبر طالعتنا 300,000 طن من الوقود خزنها الحوثيون لبيعها في السوق السوداء. مواكب الموت الحوثية 102 قتيل حوثي في أسبوع أغلبهم قيادات وأطفال، ويوليو يحصد 528 هالكا. قيادة اللواء الثاني حراس الجمهورية وقيادة السلطة المحلية في مديرية الدريهمي يزورون الأبطال في جبهات العزة والشرف. قائد المقاومة الوطنية يوجه بسرعة إغاثة نازحين تضرروا من السيول في التحيتة. قائد المقاومة الوطنية يتفقد أوضاع المواطنين في قرية جاعمة في مديرية المخا. وكالة خبر طالعتنا الأرصاد يحذر من انهيارات صخرية مع تدفق السيول في عدد من المحافظات اليمنية. ميليشيا الحوثي تحتجز ناشطين لقيامهم بتوزيع ضاحي العيد على الفقراء في صنعاء. لاحج خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة بفعل عاصفة رياح. العميد طارق صالح يوجه بسرعة إغاثة نازحين تضرروا من السيول في التحيتة. العميد طارق يتفقد أوضاع المواطنين في قرية جاعمة في مديرية المخا. مركز حقوقي يدين تهجير الحوثيين لأبناء الطائفة البهائية من اليمن. إلى منبر المقاومة وفيه نقرأ: استشهاد 3 مدنيين بانفجار لغم حوثي في دراجة نارية كانوا يستقلونها بالدريهمي. العميد طارق صالح يوجه بسرعة إغاثة نازحين تضرروا من السيول في التحيتة. أركان حرب اللواء الثاني تهامة أبطال القوات المشتركة أفشلوا كل محاولة التصعيد الحوثي خلال أيام العيد. مقاتل حوثي سابق يروي أساليب التعبئة الطائفية للميليشيات وكيف أجبر على إطلاق الرصاص الحي على معتقلين. إلى عدن الغد وفيه نطالع: قائد المقاومة الوطنية يتفقد أوضاع المواطنين في قرية جاعمة بمديرية المخا. مقتل 5 قيادات من ميليشيات الحوثي بالساحل الغربي في الحديدة. أهالي وادي بنا يناشدون السلطات المحلية بيافع بالوقوف معهم لمواجهة كارثة السيول. مواطنون يصطادون أسماك بحرية في مأرب. تواصل هطول الأمطار يعرض منازل المواطنين للهدم في مديرية جيشان. نيوز يمن طالعنا: توكل كرمان، ما قاله سالم يمثل موقف الإصلاح بقياداته وقطاعه الواسع. قذيفة حوثية تدمر منزلا شمال الضالع. سيول الأمطار تجرف 20 من ميليشيا الحوثي في الجوف. أبين انقطاع المرتبات والخدمات يسلب الناس فرحة العيد. من الصحف العربية صحيفة الشرق الأوسط: اتهامات للحوثيين بنهب أموال الصيانة وتعريض المسافرين للخطر. طرق متهالكة تحول تنقلات اليمنيين في مناطق الانقلاب إلى جحيم. الحكومة اليمنية ترحيل الحوثيين لزعماء بهائيين جريمة وانتهاك للقوانين الدولية. قيادات في الجيش الوطني تتفقد جبهات القتال، مقتل 5 حوثيين في الساحل الغربي. تفاقم المعاناة جراء توقف الرواتب وتضاؤل القدرة الشرائية في عهد الانقلابيين. سكان صنعاء يستعيضون عن الأضاحي بالأسماك والدجاج. بأي حق يأخذ الحوثي 25% على كل مبلغ محول؟ عنوان مقال للكاتب عادل الأحمدي كتب فيه: الناس يشتكون ويقاسون المعاناة أشكالا وألوانا، والشكاوى المريرة تصلنا ككتاب بلا انقطاع.
حين يتم تحويل 100,000 ريال من المناطق المحررة فإنها صارت تصل إلى مناطق سيطرة الحوثي 75,000 ريال، والمواطن في صنعاء يشتري 75,000 ريال نفس الأشياء التي يشتريها المواطن في عدن بنفس المبلغ 75,000 ريال. إذن ما هو النجاح الذي حققه الحوثي من هذا القرار؟ فلو كانت 75,000 ريال في صنعاء تعادل قوتها الشرائية 100,000 في المناطق المحررة لكان لهذا الإجراء الجائر تفسير بهذا الشكل أو بغيره، لكن الحاصل أنها عملية احتيال ونصب وسرقة مدروسة بعناية. يأخذ الحوثي من كل 100,000 مبلغ 25,000 من عرق الناس وقوت أطفالهم وحلال أموالهم، وهي نسبة تفوق الخمس الذي أقرته لائحته الأخيرة، وليس بعد هذا الظلم ظلم ولا بعد هذا الإثم إثم. يقوم الحوثي بمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية في مناطق سيطرته ويبيعها للمناطق المحررة بسعرها ويستلمها منهم ناقصا 25%. ولو كان لمثل هذا الإجراء أي معنى اقتصادي غير احتيالي لكانت المئة المحولة من صنعاء أو ذمار مثلا إلى المناطق المحررة تساوي 125,000 ريال على سبيل المثال. إنها لصوصية وإيغال في تمزيق وتشتير البلاد وإيجاد سعرين مختلفين للعملة ذاتها، وباطل يعجل بزواله ولا بد. ومهم التأكيد على أن هذه المبالغ المخصومة 25% ليست رسوم تحويل بقدر ما هي فارقة عملة يستفيد منها الحوثي وليس الصراف، وهو ما أكده لي مختصون في البنك المركزي بعدن. ولو عدنا إلى مقدار التحويلات التي تأتي من المناطق المحررة إلى مناطق سيطرة الحوثيين لوجدنا أن مسروقات الحوثي يوميا تبلغ 10 مليارات، وإذا كانت هذه تؤخذ باسم فارق سعر الصرف بين صنعاء وعدن فإن سعر الصرف الذي يعتمد الحوثي يعد وهميا، لأن من يحدد السعر الفعلي هو البنك المركزي اليمني المعترف به في عدن. ولأن سوق الأسعار في صنعاء مرتبط بسوق الأسعار في عدن أسعار البضائع، فالتاجر الذي يمتلك عملة صعبة خاسر في الحالتين. ولهذا بدأ العديد من رؤوس الأموال بتهريب مداخرات من المناطق المحررة، وفي هذا ضرر إضافي على المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات، علما أنه لا يوجد طلب على العملة الصعبة في تلك المناطق، إذ لا إنشاءات ولا سياحة ولا استثمار. إن العامل الذي يحصل في شهره على 50,000 ريال في مارب أو الغيضة أو عدن وسكنه في مناطق سيطرة الحوثي يصبح أجره الحقيقي نحو 35,000 ريال، وهذا المبلغ في مناطق سيطرته هي نفسها في المناطق المحررة، لأن الأسعار نفس الأسعار والفارق مبلغ مسروق يذهب إلى جيب الحوثي. ورغم كل ما يسرق الحوثي إلا أنه لا يصرف للموظفين أي شيء ويجبرهم على العمل، وعندما ينوي صرف نصف راتب قبل العيد يعمل بروجندا دعائية هائلة وأنه صرف نصف الراتب هذا، رغم عن أن في الضغوط الأممية والدولية الأمير كوسعو إسرائيلية كما نشرت صحفه وبالبنط العريض. ينبغي على الناس أن لا يسكتوا عن هذه السرقة الواضحة وضوح الشمس. إذا أثار فيديو مسرب لعبد فرحان المخلافي أو ما يسمى سالم في تعز، وهو الحاكم الفعلي لتعز كما يقول الكثير من الكتاب وأيضا المراقبين، أثار هذا التسريب الكثير من التساؤلات عن الحرب الحاصلة في تعز بين الإخوان وأيضا الحوثيين وتوقف هذه الجبهة لسنوات والذهاب نحو الحجرية وأيضا منطقة التربة، كما أنه كشف أيضا أن هذا جزء من مخطط بالذهاب نحو الغرب وصولا إلى ميناء المخا وكما يقولونه تحريره هناك، ووضع يد وقدم للقوات التركية من خلال هذا الميناء واستدعى تدخل أجنبي جديد إلى اليمن، هو التدخل التركي الذي لطالما ذاق اليمنيون ومعهم كل العرب ويلاته لربما عقود وقرون طويلة، وكان سببا في تخلف الأمة العربية وما تعيشه اليوم، فحين نهضت أوروبا في عهد الثورة الصناعية وعهود النهضة واستطاعت أن تنهض بالفعل من القرون الوسطى
إلى القرون الحديثة كان العرب يخضعون لسلطة متخلفة هي سلطة الاحتلال العثماني الذي أثر عليهم وأوصلهم إلى ما وصلوا إليه. فبأي حال يريد أولئك استدعاء هذه المشاريع؟ وربما ما الفرق إذا كنت ستستدعي مشروعا وتكون جزء من المشاريع الإقليمية بعيدا عن المشاريع الوطنية؟ ما الفرق بين الولاية إذن والدعوة إلى الخلافة؟ لمناقشة هذا التسريب وخطورة ما جاء فيه وقراءته على ما يحصل في الواقع وإسقاطاته على الواقع، أسرني أن يكون ضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد الستار الشميري الكاتب السياسي. أهلا بك يا أستاذ عبد الستار. أهلا. أستاذ عبد الستار هل تسمعني؟ نعم أسمعك. كل سنة وأنت طيب ومن العايدين. من العايدين كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. إذن ربما استمعت كالكثيرين وشاهدت الفيديو المسرب لسالم، ما الذي تقرأ فيما جاء فيه؟ الفيديو الذي سرب هو تأكيد حقيقي لكل ما كان ينفيه حزب الإصلاح وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن، وتأكيد لشيء هو مؤكد أن المعسكرات التي يسيطرون عليها هي مؤخرات للجيش التركي وقواعد غير معلنة لدولة قطر، وأنهم استطاعوا خلال 5 سنوات خداع المملكة العربية السعودية وأخذ السلاح وأخذ المال وإعداد هؤلاء المقاتلين، ومن الخلف وجهوا طعنة للشرعية وطعنة للتحالف العربي بتنفيذ الأجندة التركية بالذهاب إلى المخا والوصول إلى باب المندب واستنزاف التحالف من خلال المعارك الجانبية التي خاضوها من أول يوم مع السياسيين ثم مع كتائب اللواء 35 ثم اغتيال قائد اللواء ثم الذهاب إلى الحجرية ثم المناوشات هنا وهناك في معارك داخلية ثم الاتفاقات الضمنية من تحت الطاولة التي جرت في نعم وغيره. هذا باختصار شديد يؤكده سالم بأنه معركتهم أصبحت مدعومة إيرانيا وأن تركيا ستقلب العربات وإن إيران ستغور عليهم بحسب قوله، أي ستنقذهم في الوقت المناسب، وهذا يشير إلى أن ما كانوا يخفوه وينفوه أصبح على لسان الرجل الأول صريحا لا يدع أي شك فيه. أستاذ عبد الستار، ربما لاحظنا كثير من التصريحات خرجت في الآونة الأخيرة من قيادات في الإصلاح تتحدث بأنه لا علاقة لهم بالمشروع التركي ولا أيضا القطري وأنهم في الحلف العربي، وشاهدنا ربما الكثير من اللقاءات سواء الناطق باسم الحزب وغيرها. كيف تقرأون هذا التضارب؟ هل هناك تضارب أم أن هناك تبادل أدوار أم ماذا؟ هو جزء من النفاق والكذب الذي اعتادوا عليه، ولا أكتم سرا أن التسجيل ذاته عندما وصل إلى المملكة العربية السعودية وإلى أجهزتها منذ أسبوع تم نفيه في البداية، أنكروه تماما، وعندما تم فحصه من جهات محددة وفنية وتأكدوا اعترفوا به، يعني هم يكذبون ويتصورون أنهم بكذبهم سيخادعون. هم في البداية قالوا أنه فيديو مدبلج وليس حقيقي. قالوا أنه فيديو مدبلج وأن هناك لعب به وأن كذا، وتم فحص هذا الفيديو. كنت على تواصل ببعض الزملاء السعوديين في الرياض وبعض المسؤولين اليمنيين، وكنا متابعين الأمر حتى نوضح للأخوة في التحالف هذا النفاق الذي يمارسوه، وتم فحص الفيديو وتأكدوا من صحته فنيا، وبعد ذلك تم مخاطبتهم واستدعاء بعض قياداتهم ومعرفة تفاصيله، وهم الآن يحاولون أن يقاتلون بأن المعنى والضمن ويأتون بأعذار واهية، لكن الحقيقة أصبحت واضحة، والأخوة السعودية كان لديهم معرفة بذلك من قبل التسجيل بشهر، وكان هناك خطوات جدية بالفعل في اتجاه الملف اليمني ومعرفة حدود أين يبدأ الإخوان وأين ينتهون وما هو الحجم والدور الذي ينبغي أن يترك لهم،
وأيضا ردعهم لكي يعودوا إلى قادة الصواب أو يتم معاقبتهم بطرد. جميل. هذه كانت أستاذ عبد الستار، ربما شوقي القاضي وهو النائب البرلماني عن حزب الإصلاح وأحد ربما قيادات هذا الحزب الذين يوصفون أيضا بالصقور فيه، تحدث على في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك وقال إنه مع كل كلمة قالها سالم في هذا الفيديو وأنه يقف معه ويدعمه في كل كلمة وأن التحالف أساسا فاشل ولم يستطع تحقيق أي شيء وهو مع الطرح الذي يذهب إليه سالم، كيف تقرأ ذلك؟ لا شك أن الجناح القطري الأكثر تشددا تمثله توكل كرمان وشوق القاضي والآلسي وغيرهم، هي من أدواتهم أدوات التوكل البسيطة، هم يسيرون في هذا الجناح، هم كانوا أكثر جرأة في التصريح بهكذا أشياء لأنهم كانوا يتلقون الدعم الأسخى والأكثر لقنواتهم الإعلامية ومشاريعهم من قطر، لكن كان دورهم أن يكون دورهم مع قطر ودور القيادة في الرياض مع المملكة بحيث يستطيعون قلب الدعم من الطرفين معا في عملية ازدواجية تمثل الانتهازية الإخوانية عبر تاريخها الطويل التي كانت كما حصل في مصر، كانوا يدعون أنهم مع ثورة 52 وفي السر يعقدون صفقات سرية مع الاستخبارات الإنجليزية، هذا هو ديدنهم، فليس شوق القاضي الوحيد، كثير من الصفحات لو تتابعها والمواقع والصحف والناشطين والقياديين هم مؤيدون لذلك بنسبة 70% على الأقل. نحن كنا أمام قيادة مخاتلة، كنا بحاجة إلى فضحها، هي القيادة السرية وهي القيادة الرقم واحد الصف الأول في الإخوان اليدومي وبرشد تعز وسالم وغير هؤلاء، كنا بحاجة إلى أن نكشف أيضا إلى أن هؤلاء نفس أولئك لأنهم كانوا يعتذرون أن التوكل لا تتبعنا وقد فصلناها، وشوقي متمرد وخالد وكل مرة يذكرون اسم أنهم خارج نطاق سيطرة الحزب في مخاتلة سريعة، هؤلاء جبهة واحدة شغل واحد بأذرع مختلفة، هناك من يوظفون لصالح تركيا وصالح لقطر ولصالح دول أخرى، وأيضا يريدون الاستفادة من التحالف ومن الشرعية واستطاعوا اختراق الحكومة الشرعية للأسف الشديد، وأعتقد أننا بالفعل ومن معلومات خاصة ومؤكدة أمام تاريخ جديد للإخوان في اليمن سترسمه دول كثيرة من ضمنها الشرعية في اليمن والمملكة السعودية والإمارات ودولة مصر العربية، وأقول ودولة مصر العربية لأن هذا الأمر أصبح متعلق بالأمن القومي العربي، وجودهم في الحجرية ووجودهم في تعز وعلى مقربة بباب المندب، وأعتقد سوف تشهد الأشهر القادمة إذ لم تكن الأسابيع عدة إجراءات تؤكد هذا الكلام، وأن عهد الإخوان إما أن يكونوا في ظل شرعية حقيقية دون خيانة ودون اتجاه لمكونات المقاومة، أو سيتم التعامل معهم كما تم التعامل مع بلدان عربية أخرى، وربما سيعطوا فرصة أخيرة لكن ستسحب منهم أوراق كثير من اللعبة العسكرية والأمنية والإدارية التي كانوا يتمتعون بها، وسيلحظ جليا حتى في تشكيل الحكومة القادمة لن يكون لهم إلا بعض الوزارات الخدمية، كما أن الجانب العسكري برمته في تعز سيخضع خلال الأسبوعين القادمين لتشاور كثيف على مستوى قيادات عليا مع دول التحالف العربي لا سيما فيما يتعلق بمنطقة المخا وباب المندب والحجرية وتعز. ربما هو هذا التسريب يضع الكثير من التساؤلات حول لماذا تعز بالتحديد هذه الجبهة واقفة كما يتحدث البعض بأن طربال فقط يفصل بين ميليشيات الحوثي وأيضا الإخوان هناك، ويعيد إلى الذاكرة تصريحات الحوثيين بأنه كان هناك تفاهمات في نهم لإيقاف المعركة، وكل هذه الأمور التي ربما تبدو خطيرة للغاية وتضع التحالف أمام سيناريوهات يجب التحرك حيالها. نعم عزيزي، ولكن خطر الإخوان عندما يكون من الداخل هو أعمق، الحوثي عدو واضح يقاتله الجميع وكذا، الإخوان استنزفوا التحالف خلال 5 سنوات، وأعتقد أن 70% من عدم التحرير في تعز ومارب
متعلق بخيانة الإخوان من أول يوم، والخيانة البداية كانت في تكديس السلاح وعدم الذهاب إلى معركة حقيقية. ثم لا ننسى أن الراعي القطري هو الذي يدعم الاثنين، ثم لا ننسى أن هناك علاقة تركية إيرانية. خطورة الإخوان في نظري أعمق من خطورة الحوثي الواضح المعالم. ولذلك لكي نضرب مثال نستشهد به، أي جبهة أخرى في اليمن لم يكن يقودها الإخوان تحررت. الجنوب لأن الإخوان لم يكونوا قيادات الجبهات والألوية تحرر كاملا. الساحل الغربي ابتداء من المخا حتى الحديدة، ولولا أن التحالف الدولي والأمم المتحدة أوقفت معركة الحديدة تحررت، لأنه لم يكن هناك قائد إخواني واحد. ما هي جبهات الإخوان التي شاركوا فيها؟ أولا مدينة تعز، وأنا كنت عضو مجلس المقاومة، لم يحررها الإخوان، حررها السلفيون وشباب المقاومة، والتحق بهم ناس من الإصلاح وأخذوا الأماكن التي تم تحريرها. كانوا يظهرون إعلاميا لكن ميدانيا كان شباب السلفيين وشباب المقاومة والإصلاح كان يسيطر. لم يحرروا حتى المدينة. في مأرب لولا الدعم الإماراتي السخي والطائرات والجيش الذي نزل بأفراده ما حررت مأرب. إذن ما هي الجبهة التي حررها في الإخوان حتى 5 كيلومتر؟ شاركوا نعم، ولكن بسلبية، بانتهازية، بسرقة سلاح، بسرقة الدعم. أحد اللجان التي كنت مشارك فيها في تعز تصرف الجرحى وصل 7 مليون ريال سعودي لأسر الشهداء، وكنت عضو في اللجنة، سرقت أمام عيني وقد أعلنت ذلك وفي الفيسبوك وفي وسائل الإعلام، ولم يعمل شيء، وسرقوا 7 المليون، وكان عدنان الحمادي يصرخ ولا مجيب، صرفوا منه مليون. هذه 7 المليون هي امتداد ل700 مليون صرفت ريال سعودي لسر الشهداء سرقها. على مستوى الجبهات الإغاثة، حدث ولا حرج، هؤلاء هم العدو فاحذرهم، هم أخطر من الحوثي وينبغي أن الكل حتى أستاذ عبد الستار، ربما جبهة الحديدة والساحل الغربي ومحافظة الحديدة وميناء الحديدة الأهم الذي ربما كان سيخنق ميليشيات الحوثي، يتحدث الكثير بأن السبب كانت قيادات إخوانية آثرت إلى الذهاب إلى ستوكهولم والتوقيع مع ميليشيات الحوثي لإيقاف المعركة خوفا من القوات المحررة أن تسيطر على هذا الميناء. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الستار الشميري الكاتب السياسي، كنت ضيفي عبر الهاتف. إلى موضوع آخر هذه المرة، الأرصاد الجوية في بلادنا التي تشهد ربما أشياء وأمطار وسيول غير معهودة وغير مسبوقة على الأقل خلال العقدين الماضيين. الأرصاد يحذر من انهيارات طبعا هنا وهناك واستمرار هطول الأمطار. في وكالة خبر نقرأ تحت عنوان الأرصاد يحذر من انهيارات صخرية مع تدفق السيول في عدد من المحافظات اليمنية، وفي التفاصيل حذر المركز اليمني للأرصاد الجوية يوم الأحد 2 أغسطس من تدفق السيول والانهيارات الصخرية مع استمرار الأجواء الغائمة خلال 24 ساعة المقبلة وهطول الأمطار في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية. هذا أيضا ربما أثر كثيرا خاصة على المسافرين والمتنقلين خلال إجازة العيد، فشهدت أيام العيد العديد من الأحداث المأساوية، حوادث مرورية مأساوية بسبب الطرقات وإهمال الطرقات في العديد من المحافظات. في صحيفة الشرق الأوسط نقرأ عن هذا الموضوع، طرق متهالكة تحول تنقلات اليمنيين في مناطق الانقلاب إلى جحيم، اتهامات للحوثيين بنهب أموال الصيانة وتعريض المسافرين للخطر. وفي التفاصيل، كشفت سيول الأمطار بعد أن دمرت وأغرقت أخيرا طرقا وشوارع عدة في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات دمار وإب وتعز، وكذا الطريق الرئيسي الرابط بينهما عن مستوى العبث والإهمال والفشل الإداري الكبير الذي اتسمت به الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا. وفي هذا السياق شكى مسافرون وسائقو مركبات للشرق الأوسط من تعرضهم للمعاناة والمخاطر الحقيقية أثناء سفرهم من صنعاء إلى مدنهم نتيجة تدهور خطوط السير خصوصا الخط الواصل بين صنعاء وتعز، وأكدوا أن تلك الطريق أصبحت اليوم مدمرة بشكل شبه كلي خصوصا في مداخل ومخارج المدن التي تمر الطريق عبرها مثل معبر وبيت الكوماني ويريم وغيرها من المناطق، إضافة إلى شوارع داخلية في العاصمة صنعاء التي تهالكت تماما، وأيضا طرق رئيسية رابطة بين المحافظات.
إذن حول الأجواء التي تعيشها بلادنا اليمن والأمطار الغزيرة منذ واستمرارها منذ ما يقارب الأسبوع وربما ستكون لأيام مقبلة، شهدنا الكثير ربما من المآسي في مأرب، هناك مخيم النازحين تم جرفها، أيضا في أبيان هناك نداءات استغاثة من الأهالي، في لحج، في عدن، في عموم محافظات الجمهورية. لكن دعونا ربما نستطلع أكثر ما هي آخر أخبار الأجواء والطقس والأرصاد الجوية على بلادنا والتوقعات خلال الأيام المقبلة. وهنا يسرني أن يكون ضيفي عبر الهاتف الأستاذ أو المهندس رشيد العريقي، وهو المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذي سيحدثنا ربما عن هذه الأجواء وعن ما سيكون خلال الأيام المقبلة، وهل هناك تحذيرات ربما لمرتادي السفن، مرتادي البحر، وحتى أيضا للسائقين والمتنقلين ما بين المدن اليمنية، خصوصا ونحن في إجازة العيد. هذه الإجازة التي غالبا ما تشهد، خاصة في عيد الأضحى المبارك، تشهد انتقالات وتنقلات للمواطنين من المدينة، من المدن إلى الريف، والكثير من التحركات، أمطار غزيرة وطرق مهدمة، فبكل تأكيد النتيجة ستكون واضحة وواضحة للعيان. المهندس رشيد العريقي، أهلا بك وكل عام وأنت بألف خير. وأنت عزيزي بخير، أنت وكل من حيث كان معنا. إذن شاهدنا خلال الأيام الماضية أمطار غزيرة، ربما خلال العقدين الماضيين لم نشاهد مثلها. ما هي التوقعات أولا خلال 24 ساعة المقبلة من الطقس في بلادنا والأرصاد الجوية لديكم؟ نعم أخي، طبعا المركز الوطني للأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد لا يزال يوالي إنذاراته عبر نشرات المتعددة المختلفة، منها نشرات الإنذار اليومية والنشرات الاعتيادية أيضا اليومية، ويتوقع استمرار هطول الأمطار، وقد تكون بعضها أكثر غزارة مما شاهدنا في خلال الأيام والأسابيع الماضية. لماذا؟ لأن شهر أغسطس هو بالنسبة لنا كمعلومات وبيانات مناخية يعتبر أغزر أشهر السنة أمطارا، خاصة على المحافظات الجبلية منها وكذلك السواحل الغربية، التي الآن هذه اللحظات وستتوالى هطول الأمطار في الحديدة، في مدينة الحديدة أمطار الآن وشبه غزيرة حتى الآن هذه اللحظات ونحن نتحدث معكم. فبالتالي المركز طبعا يهيئ بالإخوة المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة خلال هذا الشهر وما تبقى منه، وكذلك المناطق التي ستهطل أيضا منها أمطار مثل المناطق الصحراوية لتبوة وحضرموت ومعرف، وخلال ال 24 ساعة القادمة وخلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى. طبعا نحن نوزع هذه النشرات، وقد عملنا في الأرصاد الجوية اليمنية وكان رسائل إنذارية عبر الشبكات وتحذيرية عبر شبكات الاتصالات قبل أكثر من أسبوعين، وكذلك وكررناها عبر الإذاعات المختلفة، إذاعة صنعاء البرنامج الأول والإذاعات المحلية في مأرب وشبوة والحديدة وغيرها من الإذاعات، وعبر مواقع الأرصاد الجوية اليمنية، خدمات الأرصاد الجوية اليمنية، وعبر مختلف القنوات الفضائية والأشرطة الإخبارية لها، وعبر مختلف البرامج اليومية لها. أستاذ رشيد، أنا أقول لا أيضا علينا نحن يعني في الأرصاد الجوية يوميا ونحن نصدر هذه الإنذارات وعبر وسائل. جميل أستاذ رشيد، أستاذ رشيد هل تسمعوني؟ نعم. ربما نعم. أنت تابعت وأنت أكثر من قربا هذه الأمطار الغزيرة التي لم يحصل خلال العقدين الماضيين مثلها، مثلا سد مأرب أول مرة يفيض ويصل الأمر إلى ما وصل إليه، ما هي الأسباب التي جعلت هذا العام موسما استثنائيا غزيرا بالأمطار؟ طبعا اخي التقلبات المناخيه بين العام والاخر تختلف، مثلا شاهدنا في عام 2013 امطار ايضا غزيره سيول وما الى ذلك، وراح ضحيتها اكثر من 50 شخص في مختلف محافظات الجمهوريه،
إذا هذه التقلبات المناخية، ولا أسميها أنا تغيرات مناخية، لأنه شيء إذا تغير لن يعود، يعني أنه يصبح يعني بصفة مستمرة. لا نشاهد يعني مثلا عام في أمطار وعام آخر لا، لكن هذه أنا أسميها شخصيا وتقلبات مناخية فقط. اللهم أنه نحن في الأرصاد القوية لدينا تجهيزات تتنبأ لأكبر من أسبوع يعني قادم، وبالتالي نصدر هذه التحذيرات قبل حدوث هذه لا سمح الله يعني نقول السيول القارفة والتي تؤدي. لكن المأرب بالنسبة للمأرب الآن الأمطار فعلا أصبحت يعني واضحة أنها غزيرة، وستتكرر الأمطار خلال الأسابيع القليلة القادمة. لكن هناك بحسب ما وردنا من إخبار هناك استهتار من قبل بعض المواطنين أو كذلك الجهات الرسمية هناك. لماذا؟ لأنها تعمل على يعني تسمح بالسباحة مثلا في أماكن خطرة. ثلاث حالات غرق خلال 48 ساعة، تم إنقاذ اثنين ووفاة شخص. يعني غرق احد البنات في حضور المواطنين خلال الربع الثاني فقط، انقاذ ربع جرحى وعشر وفيات خلال الربع الثاني من هذا العام، اي منذ مايو وحتى الان. تم يعني اين قصدي اين الدفاع المدني؟ اين الجهات الرسميه توزع وكذلك تصريف المياه في بقية المدن مثل صنعاء وغيرها؟ علينا أيضا من تفقد هذه التصريف المياه، هل هي والمناهج كلها هل هي صالحة الآن لتسير في محلها؟ أنا أعتقد لا. إذن هي ربما هي إشكالية مركبة بين الإهمال وغزارة الأمطار، أليس كذلك أستاذ رشيد؟ نعم غزيرة، هي غزيرة فعلا. لكن نعم أستاذ رشيد، أود أن أسألك سؤالا آخر. كنا قد استمعنا ربما في سنوات مضت تصريحات أمريكية بأن هناك تغير مناخي سيؤثر على اليمن وكل هذه الأمور، وما نشهده الآن ونلاحظه من أن السنوات المقبلة ستكون أو ستشهد اليمن أمطار غزيرة وربما في مواسم متفرقة ومختلفة، ما حقيقة ذلك؟ لا انا اعتقد انها في هذه معلومات غير دقيقه، لانها هي تقلبات تماسلق يعني مثلا نحن نتحدث من منذ عام 2007 وامريكا وغيرها لم ايضا حتى الان لم تلتزم بهذه بالاجراءات التي يسموها كتغيرات مناخيه. هي في النهايه ذره رماد على العيون على اساس انه لضرب بعض البلدان كذا، لان المتفتره في اصدار غازات جفيئه وغاز ثاني تجيب الكربون من مصانعها وغيرها. لكن معاهده كيوتو معروفه بالتغيرات المناخيه، اي انه عليها التزامات هذه الدول العظمى في العبث الذي يحصل يعني منها من حيث يعني ضخ اكبر كميه من مصانعها وغير والتي نقول خارج نطاق عمليه الالتزامات في التغيرات والتقلبات المناخيه. لكن نقول انه نحن لدينا هذه الامطار امطار موسميه صيفيه، نحن في اليمن لا بالتحديد في هذا الشهر أستاذ رشيد، ربما يسموها المزارعون نعم في شهر أغسطس الذي تحدث عنه، ربما ما يسميها المزارعون شهر سهيل بالتحديد، وهي تكون ربما أكثر غزارة الأمطار. ما زلنا في أوله، ما زلنا في اليوم الثالث من نعم. نحن هذه ناخذها بعين الاعتبار، نحن في الأرصاد القوية وخاصة كما أرسلت أشهر الصيف يبدأ من 21/6 حتى 20 سبتمبر. هذه الثلاثة أشهر معروفة بأمطار غزيرة، قد تكون غزيرة جدا زي ما حصل لكن في منطقة دون أخرى، يعني قد تكون هنا أو هناك. ليست الآن اليمن كلها سالت فيها سيول، هذه الذي لاحظناها في مناطق مختلفة مثل إدلب وأجزاء من الحديدة، وحصلت كوارث في مأرب وأجزاء في صنعاء. لكن أقول إنه
الانقاص تستمر حتى 20 سبتمبر وبعدها يبدا الفتره الانتقاليه من الصيف الى الشتاء، لكن علينا ايضا بقيه الشهر هذا الذي انا بحسب المعلومات المناخيه لدينا لسنوات عديده لاكثر من 40 و50 عاما نجمعها بشكل يومي ونعمل متوسطات لها، وهذه امور شهدنا وقرينا نحن في الارصاد انه شهر اغسطس هو اقدر الامطار، يلي شهر ابريل، ولاحظنا انه الاكثر الكوارث تحصل في هذين الشهرين وبالتالي تتفق الطيول وتبقى، لكن الامر الان انه الان الامطار عندما تتكرر اخي تؤدي الى انزلاقات وكذلك الى اشياء منها الانهيارات الصخريه والطينيه، وهذه لماذا؟ لانها تصبح الارض والمنازل الطينيه وغيرها متشبعه نتيجه هطول الامطار المتكرره وبالتالي تؤدي الى 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 ولذلك يجب على الجميع ربما اخذ الحيطه والحذر سواء المواطنين او حتى الجهات المتخصصه يجب ان تقوم بما هو عليها، كما اسلفت انت هناك انسداد لمجاري السيول، هناك اهمال واسع في العديد من المناطق في عموم اليمن ليس حتى في منطقه بحد ذاتها، هذا اسهم جنبا الى جنب مع غزاره الامطار. اشكرك جزيل الشكر المهندس رشيد العريقي المتحدث الرسمي باسم الهيئه العامه للارصاد الجويه، كنت ضيفي عبر الهاتف، الشكر موصول لكم انتم مشاهدي الكرام اينما تكونوا على حسن الاصغاء والمتابعه، غدا حلقه جديده، الى اللقاء.